عشان كده بعض الناس يقول لك الحاجات الاجتماعيه والشؤون السياسيه والتقاليد ده القران ملوش لا مليء. طب انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات كلها بتدور حول العلاقات الايه؟ الاجتماعيه. ما فيهاش عقائد توحيديه ولا بس مرتبطه. لما قال الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ايه؟ ولا تأخذكم، علق الأمر على العقيدة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ما تؤمنوش خلاص اللي أنتم عايزين تعملوه اعملوه، عايزين تلغوا مادة الدين وتخلوها القيم الأخلاقية، ماشي يبقى أنتم كده لا تؤمنون بالله وليس لنا في أعناقكم طاعة ولا خلاص إذا أنتم عايزين كده. وبعدين في حاجة اسمها قيم أخلاقية من غير الدين. الدين ما بيدرسش أصلاً. ها؟ أصلاً بيدرس الدين لله والوطن للجميع. خلاص انتهى درسكم، العاوز يقعد معانا في السنوسية آنسان، العاوز ينصرف ينصرف ولا حرج عليه. يلا عم الشيخ ناجي صفحة كام؟ ها؟ بعد 60 شهر. طب قول لي فين درس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس. خليها في يوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف بعد الله. ها فين يا مولانا؟ ها؟ يا ابني في 61 ده طلع حول الدور على نقطة يقول لي الكلمة يا ابني أول الصفحة وأما حمل يقول لي كده أول الصفحة ماذا 61؟ أبص فين في 61؟ فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال؟ ما فيها جهات. وأما حمله، حمله إيه؟ ها؟ هي حمل إيه؟ الضمير يرجع إلى إيه يا إخواني؟ ها؟ إيه هو قول سيدنا عمر؟ يعني حمل هذا القول، ما هوش قول عمر، ده عمر ليه قول، انما هو ده قول الفخر الرازي او قول منقول عن السلف اللي هو عليكم بنين العجاز، بس اللي جاء عن الرازي غير ده. اللهم ايمانا، وقلنا الجماعه اللي ربنا ابتلانا بهم الذين يعني لا يفهمون، واذا فهموا يعني لا تتضح الامور، فاهمين انه ايه؟ هذا دم العلم الكلام ودم للاجتهاد، يعني عليكم بدين، يعني خليك مقلد، يعني خليك في المسائل دي أعمى كده، ليس عندك بصيرة ولا فهم. وقاسوها على أنه العجائز ما عندهمش اجتهاد وما عندهمش كذا، وناس يعني وقالوا لا نحرك عقائد العوام إلى غير ذلك. يعني حملوا هذا القول على طلب الاعتقاد التقليدي، فهو ايه؟ اقرا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين امين. واما حمله على طلب الاعتقاد التقليدي فهو دعاء بسلب المعرفه والعياذ بالله والانتقال الى ما هو ادنى. يعني انت ربنا اكرمك خلاك على بصيره وعلى وعي وعلى فهم، تروح تطلب انك تكون مقلد، يعني معناها ايه؟ كانك تدعو بسلب المعرفه، كانك بتقول يا رب خليني جاهل، خليني ما فهمش، والانتقال الى ما هو ادنى، الى مرتبه اقل. الاول عندك علم، عندك اجتهاد، عندك فهم عن الله. ها؟ قال وفي ايمان صاحبه من الخلاف معه. وفي ايمان صاحبه، يعني صاحبه الاعتقاد التقليدي اللي هو المقلد، يعني من الخلاف ما علم، لانه ايمان المقلد اختلف فيه، ومجمل الاقوال وصلت الى كام؟ 12 قولا. خلاص؟ والدعاء بمثله لا يرضاه عاقل. يعني ما فيش ربنا واحد، ربنا انعم عليه بالفهم والعلم يرضى انه تسلب منه المعرفه او يرجع الى الجهل مره اخرى.
ولو سلمنا أنه أراد العجائز المقللات لوجب أن يحمل دعاؤه على طلب لازم اعتقادهن. يعني لو ولو هنا حرف إيه؟ لو سلمنا لوجب. يعني لا نسلم ولا يجب. امتناع الامتناع على حد قولهم لو عطش هذا الحجر لشرب، فهو الحجر ممتنع لإيه؟ الشرب لامتناع العطش. خلاص كده ما حدش يقول يعني ده، يقول لك لو لوجب حمله أن يحمل دعاؤه على طلب لازم اعتقادهن، مش على طلب اعتقادهن. الاعتقاد ده هو الملزوم، واللازم هو ايه؟ عدم خطور الشبهات بالبال مضموما الى كمال معرفته هو، لتكون عقيدته اذ ذاك صافية عن كل مكدر. يحمل على هذا. ولو سلمنا أنه أراد العجائز المقلدات لوجب أن يحمل دعاؤه على طلب لازم اعتقادهن، وهو عدم خطور الشبهات بالبال مضموما إلى كمال معرفته هو، لتكون عقيدته إذ ذاك صافية عن كل مكدر. يعني ما هو اعتقادهن؟ اعتقادهن تقليد، لكن ما هو اللازم؟ أنه مع أن العجائز يقلدنا او من اهل التقليد، الا انه عندهم ميزة، وهي ايه؟ انه ما فيش شبهة، هو اصلا مقلد. الشبهة تيجي لمين؟ للي بيبحث. عدم خطور الشبهات بالبال، هذا اللي احنا عاوزينه، نكون مثلهم في انه لا تخطر ببال العجائز الشبهات، بس هذا مضموما الى كمال المعرفة لا الى عدم المعرفة. يبقى كده ماشي، نقبل هذا ونرضى به ونسلم به. وقد يحتمل أن يكون سبب دعائه بهذا ما علم من حاله من الولوع بحفظ آراء الفلاسفة. يعني الفخر الرازي بيقول لك والله يكون، لماذا دعا بهذا؟ ولما جاء يموت الفخر الرازي قال لي اللهم إيمانا، يعني أسألك إيمانا كإيمان العجائز. أصل هو دخل في الفلسفة، وقال لك الرازي كان يدخل في تقرير الشبهات، يعني يقررها أحسن من الفلاسفة أنفسهم، لكن كان يؤخذ عليه في بعض الشبهات أنه لا يكون قويا في الرد. فالشبهة لو تمكنت من عقلك ولم تستطع قلعها من جذورها، يبقى كده أنت إيه؟ ربما يخشى عليك، ما زال حيبقى في رواسب وتأثر بها. فلأجل هذا لم يكن بنفس القوة اللي في تقرير الشبهات بنفس القوة في الرد عليها، فشعر بهذا بسبب ما علم من حاله من الولوع بحفظ يحفظ آراء الفلاسفة زي كأنه بيحفظ القرآن كده. إنما لما يجي يفندها ويرد عليها تخون الايه؟ الذاكرة، او تخون القوة الايه؟ العلمية. وقد يحتمل يا عم ده الشيخ اللي بيقول، الشيخ بيقول، الشيخ السنوسي متحامل عليه. ماشي اصبر. وقد يحتمل تزعلان على الرأي قوي. وقد يحتمل أن يكون سبب دعائه بهذا ما علم من حاله من الولوع بحفظ آراء الفلاسفة وأصحاب الأهواء. وقد يحتمل، يعني ده احتمال لسه لم يثبت، ولكنه قوي. أن يكون سبب دعائه بهذا ما علم من حاله من الولوع بحفظ آراء الفلاسفة وأصحاب الأهواء وتكبير الشبه لهم وتقوية إيرادها مع بعض. يعني يعمل إيه؟ يشقق أصحاب الأهواء، يكثر، يكون يا شبهة واحدة يفرع منها كذا شبهة. يعني هو يقصد يشوههم يعني ويبهدلهم، لكن يجي عند الرد تلقى الشبهة استقرت والرد لم يرقى إلى إيه؟ إلى اقتلاع الشبهة، يصبح لها أثر. وتقوية إيرادها مع ضعفه
عن تحقيق الجواب عن كثير منها. وبعدين ده مش اتهام ليه، ده اسمه ده تحقيق علمي على ما يظهر من تأليفه، يعني اقرأ تأليفه. ولقد استرقوه في بعض العقائد. ولقد استرقوه، ايه معنى استرقوه؟ يعني سرق الفلاسفة الفخر في بعض المسائل، يعني اخذوه لعقائدهم او يعني جروه كده، يعني سرت اليه عقائدهم، فاصبح بدل ما يرد عليهم بيجي ايه ينشر اراءهم وهو لا يشعر، يصبح كأنه ركب يعني. ولقد استرقوه في بعض العقائد، يعني زي ما تقول غلبوه او استرقوه، تمكنوا منه يعني. زي ما تقول اصبح ايه رقيقا لايه لارائهم، يعني مأسورا لها، ان هي براقة وخداعة ولماعة فتسرق اللي يعجبك. الرازي عرفوا ايه يجرجروه شوية، اما لو انت كانوا عملوا معك كانوا بعطيك واشتروك بثمن بخس. ولقد استرقوه في بعض العقائد فخرج. استرقوه ولا استرقوه؟ استرق الفلاسفة الفقر والخلود، ده استرقوه. اخذوه كده كده اوقعوه يعني خدعوه يعني. خدعوه. ضحكوا عليه زي ما يكون جماعة عاملين تنظيم او كده، روح يضحكوا عليك افكارهم تروح ايه تنخدع وتصبح من الموالين، او ده استرقوك. فخرج الى قريب من شنيع اهوائه. فخرج الى هو الشيخ السنوسي والشيخ كمان الدسوقي بيبهدل ايمان الفخر والجماعة دول في الكتاب اللي هو ايه الحاشية بعدين لك السنوسي والبيضاوي والجماعة دول كلهم ليه؟ عشان ايه اخذوا من الفلسفة. فخرج الى قريب من شنيع اهوائهم، ولهذا يحذر الشيوخ من النظر في كثير من تآليفه. قال الشيخ ابو عبد الله محمد بن احمد المقري التلمسان. نعم فتح الكاف المشددة المقري مشددة المقري اللي هو ضربة كده المقري يعني كان يقرأ عندكم في الأموات المقري التلمسان تكسر التلمسان هو الشيخ السنوسي هذا الشيخ التلمسان الشيخ السنوسي هو الشيخ السنوسي من تلمسان اللي في الجزائر مش من المغرب. أنا رحت زرت قبر الإمام السنوسي في الجزائر، خلاص قريب من بلدة تلمسان رحمه الله تعالى. بيقول يا من تحقق كلام ابن الخطيب، ابن الخطيب اللي هو مين؟ حتى كده في اسمه كده ابن الخطيب اللي هو الفخر الرازي، وجده في تقرير الشبه أشد منه، وجده في تقرير الشبه أشد منه في الانفصال عنها، يعني يقررها حلو روح لما يجي ينفصل عنها صعب المسألة. وفي هذا ما لا يخفى، أنشدني شيخي أبو عبد الله الإيه الأبلي بضم الهمزة وتشديد الباء الأبلي، عشان ما نقولش الإبلي الأبلي. قال أنشدني عبد الله بن محمد بن إبراهيم الإيه الزنبوري بفتح الزاي وشد الميم تبقى إيه الزنبوري، شكل أنت عندك. وقال أنشدني، ده كأنه إسناده، أنشدني أبو عبد الله، قال أنشدني لحد ما وصلت البلوى عند ابن تيمية، قال أنشدني تقي الدين ابن تيمية لنفسه شعر، يعني هو اللي قال كده، هو السائل الأدب وشتم مين الرازي. ابن تيمية بيقول ايه على كتاب للرازي اسمه ايه المحصل في ايه في أصول الدين اسمه كده مطبوع، فسمى ابن تيمية كتاب الرازي اللي هو المحصل ده بيقول محصل في أصول الدين حاصله من بعد تحصيله علم بلا دين،
أصل الضلالة في الإفك المبين فما فيه فأكثره وحي الشياطين. ده كلام ابن تيمية في حق مين؟ في حق الفخر الرازي. قال وكان بيده، بيد مين؟ ابن تيمية. الفخر الرازي مات يعني 606، ده ابن تيمية بعده في 400 كام؟ توفي كام ابن تيمية؟ لا مش 23، ابن تيمية وفاته كام؟ مفيش حد فيكم سلفي؟ كام يا شيخ مات ابن تيمية؟ 28. ايوه 28، 700 هذا الصح، 728. لا لا صح، ابن عربي 638 كان قبل ابن تيمية، والرازي وفاته 606 قبل ابن تيمية. فبيقول ايه؟ وكان بيده قضيب، فقال لو أدركت فخر الدين لضربته بقضيبي هذا على رأسي. قلت فلعل الفخر رحمه الله حضر له عند الموت من الشبه التي عثر عليه الانفصال عنها ما حمله الخوف منه أن تمنى أن يكون في درجة الاعتقاد التقليدي، لأن رأيه فيه أنه كاف. يعني رأي الرازي في المقلد أنه إيمانه كافي، أنه إيمانه إيه؟ صحيح. وقد روي عنه أنه أنشد عنه، يعني عن الرازي، أنشد عند الموت شعرا. الرازي قال الأبيات دي عند الموت، نهاية أقدامي أو إقدام العقول أقال، آخر سعي العالمين ضلال، وفي أرواحنا في وحشة من جثومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. وكم من رجال قد رأينا ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها، رجال فماتوا والجبال جبال. فعلى هذا الاحتمال يكون الفخر تمنى لعظم الخوف الدخول في حرز المقلدين حقيقة، أو على معنى التلهف والندم على ما فات. ويحتمل أن يكون مع هذا أراد بالعجائز العجائز المقتصرات على القدر الضروري في تصحيح العقائد، إذ هو حال عجائز ذلك الزمان وما قبله من الأزمنة الفاضلة كما قدمنا. وبهذا تعرف أن هذا الحرز في زماننا ليس بمأمون. هذا الحشر بس هناخد دولة ايه فقط بس كده، وبعدين نروح نحضر شوية مع في كتاب الشفاء. حد راح حضر شغال فين؟ هنا الماضي في دي الماضي في الثاني هنا طبعا. في واحدة شمال وفي واحدة يمين، والاثنين على جمعة، بس هنا واحدة ظاهرية واحدة هنا حقيقة والثانية مجاهدة. قال المحشي رحمه الله تعالى بأم الدارين أمين قوله وأما حمله أي كلام الفخر، وجوابه أما محبوب تقديره فلا يصح. يعني وأما هذا فلا يصح، أما حمله على طلب الأفكار فلا يصح، لأن القائم بالعجائز الإيمان التابع للمعرفة إلى التقليد، وإلا فلا يصح الدعاء به لأنه دعاء إلى ما هو لأنه دعاء بسبب المعرفة ومثله لا يرضي عنه. قوله على طلب الاعتقاد التقليدي أي بحسب اللزوم، لأن صريح قولها اللهم إيمان العجائز طلب الإيمان التابع للاعتقاد التقليدي لا للمعرفة، ويلزم طلب الاعتقاد التقليدي. والعياذ بالله بكسر العين التحصيل مبتدأ وخبره محذوف، والتحصيل بالله من سبب المعرفة كائن بالله. والعياذ بالله يعني ايه معنى كلمة والعياذ؟ والعياذ
كسر العين عن التحسين ده مبتدا وخبر محذوف. ايوه التحسين بالله من سلب المعرفة كائن بالله، يعني لا يحصنك او لا يعيدك من هذا من السلب بعد العطاء الا الله. اللهم انا نعوذ بك من السلب، من السلب بعد الايه؟ بعد العطاء. نعم المغرب خلاص بنصلي بس نكمل الحاشية فقط النهاردة نطول. بحسب ما يتأثر. الواو للحال، قوله والدعاء المناسب التفريع على ثبوت الخلاف، قوله بمثله مثل زائدة يعني حين مناسب التفريع على ثبوت الخلاف، يعني بدل ما يقول والدعاء الفتح عشان الفاء اللي هي تفيد التفريع والفتح كده عشان قوله عاقل أي كامل العقل، والدعاء مثله لا يرضاه عاقل. قوله ولو سلمنا أي أن ما سبق مبني على أن العجائز عارفات غير مقلدات، ولو سلمنا يعني ولو سلمنا أنهن غير عارفات وإنما مقلدات، عشان المطلوب لازم اعتقاد لا نفس لا اعتقاد. نعم. قوله على طلب لازم اعتقادهن أي فكأنه قال اللهم إيمانا خالصا من الشبه. قوله مضموما إلى كمال معرفته، وكمالها ناشئ عن الدليل التفصيلي، فأصل المعرفة يحصل بالدليل الإجمالي والكمال يحصل بالدليل التفصيلي، فكأنه يقول اللهم ارزقني إيمانا خالصا ناشئا عن أدلة تفصيلية. قوله لتكون عقيدته، وهذا بيان للسبب الحامل على طلب اللازم المذكور. قوله إذ ذاك أي وقت موته. قوله من الولوع بيان لحاله. قوله آراء أي معتقدات. قوله وأصحاب الأهواء عطف عام. عطف عام قوله على خاص يعني الفلاسفة أصحاب الأهواء يعني قوله وتكثير عطف على حفظ، وكذا قوله وتقوية. قوله على ما يظهر متعلق بقوله الولوع. قوله من تأليفه أي لا من مشاهدته لأن المصنف متأخر عنه. قوله ولقد استرقوه أي سرق الفلاسفة الفقر وأدخلوه في عقائدهم، فقال إن صفات الله حادثة بالذات بمعنى جبل مسح جبل أخطر حاجة. فقال إن صفات الله حادثة بالذات بمعنى أن الذات أثرت فيها بطريق التعليل قديمة بالزمان، يعني أنه ابتداء صفات قديمة بدا زمان ولكنها حادثة حدوث ذاتي، لأنه فاكرين زمان لما كنا بنشرح في حاشية الأمير
قلنا القدم قدم ذاتي او ايه زماني، والحدوث في حدوث ذاتي وحدوث زماني. هي معنى الحدوث الذاتي اللي هو ايه الاحتياج الى الصانع، اما الحدوث الزماني هو ايه سبق العدم. فالذات قديمة بالذات وقديمة بالزمان لأن غير مسبوقة بالعدم. أما الصفات قديمة بالزمان وحادثة بالذات. كلام الفقر الرائي. يبقى إذا عندما نجد مثلا احنا نعلم كلنا كفرد العلم ودرسنا وعشان الأمر معانا وعارف الزمان إنه الفلاسفة لهم عقيدة في العالم في العالم القديم. بخدم علته، لكن نجد في بعض كتبهم انه العالم حادث، فيقصدون ايه؟ الحدوث الذاتي اللي هو مش الزمان، انه حادث بالزمان يعني معناه مسبوق بعدم، حادث بالذات يعني محتاج لعلته، فكأنه العالم في ذاته حادث ولكنه قديم بخدم علته وليس مسبوقا بعدم. أما الحدوث الذي عند المتكلمين حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم. فإن كده فعندما نرى في كتب الفلاسفة أن العالم حادث لا نضطر بهذا القول ونقول إن المتكلمين افتروا عليه، لأنه الحدوث عندهم مصطلح أو اصطلاح يعني الحدوث الذاتي. خلاص لكن ما الذي نريده بكلمة العالم حادث يعني أنه وجد بعد عدم، وهم لا يريدون ذلك، وهم يقرون بأن العالم لا بد له من صانع، ولكن العالم ليس حادثا بالزمان ولكنه حادث بالنظر إلى ذاته. فالعالم عندهم حادث باعتبار وقديم باعتبار آخر، حادث بذاته وقديم بقدم علته. قلنا كده يبقى الحدوث على نوعين والقدم على نوعين، يبقى الاقسام كام؟ اربعه. يبقى ما هو اللي هو حادث بالذات وقديم بالزمان؟ هو الصفات. على راي الفقر ما يجوش من بيته جاي من الفلاسفه المياه او اي كلام الفلاسفه بتاعه ان شاء الله. قال ولقد استرقوا اي سرق الفلاسفه الفقر. ليه انتوا القدم الزماني يعني معناه ايه القدم الزماني؟ ها؟ يعني ما فيش سبق ايه عدم. ولقد استرقوه اي سرق الفلاسفه الفقر وادخلوه في عقائدهم، فقال ان صفات الله حادثه بالذات بمعنى ان الذات اثرت فيها بطريق التعليل قديمه بالزمان. شوف كده اي لا ابتداء له. يعني الصفات حادثه وقديمه، كيف يكون هذا؟ لك هي حادثه بالنظر الى ذاتها الى ذات الصفات، وقديمه بقدم الذات. بمعنى كده ان الذات اثرت فيها الصفات بطريق التعليم، يعني كانه منشا الصفات هو ايه؟ هو الذات. يبقى الصفات في نفسها مش قديمه، حادث، بس هي اللي خلاها قديمه انها مقتضى او ان الذات اقتضتها، والا لو نظرنا الى ذاتها يعني هي في نفسها كده هي ليست قديمه، انما هي ايه؟ حادثه. وقالت الفلاسفه الاخلاق حادثه بالذات. امال مين؟ سند كتاب الله وسنه الرسول. بس هو يعني خد بالك. هو خطا كده. نعم؟ خطا في كلام الخطا في كده ان الصفات ليست قديمه. ولكنها الذات هي اللي ايه؟ يعني هتبقى معنى كده الصفات حادثه مش قديمه. يعني هتبقى ممكنه. يعني ممكن تنعدم ما دام ثبت لها الحدوث. ما دام جاز عليها الحدوث، ها؟ وكل ما ايه؟
جاز عليه العدم عليه قطعا على عزل هذا الى قول شميخ وان الذات الصفات في نفسها محتاجة مختبرة صحيح من اولى ان الصفات قديمة بذاتها قدم ذاتي ليس ذات زي الذات يؤدي الى فصل بين الذات والصفات لو كانت قادمه بذاتها فلا علاقه لها وانت مش فاهم انت مظهر لك ايه شاف ايه هنا هنا مظهر لك ايه ها يعني المسلم والمسيحي هنا تريد ايه اشعر اشعر الحمد لله الواحد يعني صرح ونطق بالاشياء بانه اشعر دون خجل كانت تبروها زي شتيمه كده او حاجه كده زي كانه بيقول انا مبتدئ عند السادة الأشاعرة اللي انت يعني بتدعي انك منهم وان شاء الله تصدق دعواك عندهم ايه؟ عندهم الذات والصفات هي مذهبهم في الموضوع ده لا هي عين ولا هي غير وكنت دي مكان السؤال في السؤال يعني مش حاجتين يعني الذات مش هي عين الصفات إلا كانوا بيقوموا معتذر ومش هي غيرها فما يعني إذا كان ليست غيرها إذا ما يقال في الذات يلزم أن يقال في الصفات ولم ليست غير وفي نفس الوقت ليست عين حتى لا يؤدي إلى نفي الصفات الإيه المعاني فهمتني؟ راجع يلا قالت الفلاسفة الأفلاك حادثة بالذات لافتقارها لمؤثر أثر فيها بطريق العلة قديمة بالزمان بمعنى أنها لا أول لوجودها لاستنادها لعلة قديمة لا أول لها شرح كده بيقول إيه حادثة بالذات يعني هي يعني الذات أثرت فيها بطريق التعليل يبقى الذات علة والصفات معلولة أما كون الصفات لم تكن معدومة بمعنى هذا أنها إيه قديمة بالزمان قديمة إيه بالزمان ما هو القديم بالذات والزمان عندهم الذات فقط إنما الصفات قديمة بالزمان وحادثة بالذات لكن عند أهل السنة الأشاعرة كلهم إلا الرازي يقولوا ايه لا الذات والصفات قديم تمام خلاص كده وقالت الفلاسفه الافلاك حادثه بالذات لافتقارها لمؤثر اثر فيها بطريق العله قديمه بالزمان بمعنى انها لا اول لوجودها لاستنادها لعله قديمه لا اول لها خد بالك ما معنى كده بالزمان بيقولوا معنيين مش معنى واحد قديمة بالزمان وذلك شرح قال بمعنى حتى لا يتوهم المعنى الفاسد قال بمعنى أنه أنها لا أول لوجودها وليس القدم الزمان معناه توالي الأزمنة عليها يعني طول الزمن لا وإنما معناه لا أول لوجودها لاستنادها لعلة قديمة لا أول لها واضح كده إنما ممكن يفهم من القدم الزمان يعني مثلا زي الأزهر الشريف نقول عليه بناء قديم يعني ليه ألف سنة إذا ده قدم زمان يعني مرت عليه يا مع هذا الأثنى القرون مرت عليه أزمنة ليس هذا المراد من الصفات مرت عليها أزمنة مهما كانت هذه الأزمنة لكن لم تكن لكن أقول لك لا هي أصلا مش مسبوقة بزمن لافتتاح الوجود لأنه هي معلولة للذات والعلة تلزم مع المعلول قال والله تعالى قديم بالذات أي لا يفتقر لمؤثر وبالزمان أي لا ابتداء لوجوده يبقى الله تعالى اللي هو الذات ها قديم بالذات وبالزمان يعني إيه معنى قديم بالذات يعني لا يفتقر لمؤثر وبالزمان يعني لا ابتداء لوجوده لكن لا نقول بهذا حتى بعضهم نقل مش عارف عن الرازي كان يقول ايه في الخطبه الحمد لله القديم بالذات وبالزمان ما نقولش هذا العباره حتى لا فهم المعنى ايه الثاني لكن قوله مكثف
بخلاف قول قول الفلاسفة مكفر، لكن قولهم لما الفلاسفة مكفر بخلاف قوله، يعني قول هو يعتبر بدعة، يعتبر خطأ، يعتبر قول شنيع، قول كذا، لكن ايه ليس كقول الايه الفلاسفة. قوله الى طريق السؤال هنا عن الشيخ ماجي والشيخ لما ذلك هو نفس قول الفلاسفة، شمعنا ايه العصبية اللي عنده، شمعنا ايه اللي عنده الفلاسفة يفكر ونحن يقولوا الراجل ايه المجابلة اللي احنا تبعنا كلام الفلاسفة في صفات الله. هذا هو صحيح، وهو يقول الله تعالى جميل حلو، هذا هو القول في الواقع، لأنه كلام الرازي في كلام الإيه؟ في كلام الصفات، أما كلام الفلاسفة في كلام الأفلاك، كلام العناصر الأربعة، أصول الماء والنار والهواء والتراب، كده من مكان هو الراجل قال نفس اللي قالوه كل الصوت اهل السنه كلهم من الصفات قريب لغايه ما هنالك هو خلى القدم ده في عينه، يعني خلاه معلل عن ايه؟ عن الذات، انما التانيين ده جابوا الحادث الاصلي وخلوه قديم. ماشي، هو الشيخ محمد هو اللي عمل مقابله اصلا بين كلام الفلاسفه وكلامه، لان ده مجال ده اتجاه ثاني، وكلام الفلاسفه في العالم وكلام هو في الصفات، ليه عمل التقسيم القديم بالذات والقديم بالزمان وتأثر بهذا الفلاسفة طبقوه على العالم كله، هو طبقوه على ايه؟ طب على الصفات، هو ده الاستغراق بتاع هم ايه؟ تأثر بيهم في مصر. حديث عهد البشاريين لا قليلا قوله الى طريق هو قوله السابق، قوله هو أفضل حالي واحد تكون سبب وعبدالعين من الأشعر بقوية جدا زي ما كان الإمام الأشعر المعتدل، وفيه إيه؟ إذا كده أحاط علما بإيه؟ بقارب، إذا كده حالي جميلة جدا، ما إحنا ممكن نعمل يعني إنما لو العكس أشعر وجود سبب بلا انقلب على عقبه وقد قلب الدنيا ولا أشعر لسه هو لأن العقد احترق قد سنتين معنا سنتين ونام يوم نموت في السنتين هو ده المفضل ما شارك قوله من شنيع أهوائهم هو قولهم في الأفلاك السابق، قوله ولهذا لكون الفقر كان كثير الملوع بحفظ آراء الفلاسفة، قوله قال الشيخ هذا دليل لما ذكره من تحذير الشيوخ عن النظر في كتبه، قوله المقري بفتح القاف مشددة، قوله كلام ابن الخطيب المراد به الفقر الرازي، قوله كلام ابن الخطيب المراد به الفقر الرازي لأنه يكنى به، قوله أشد منه أي من نفسه، وقوله في الانفصال عنها أي في دفعها، أي أنه يقرر الشبهة بوجه قوي ويردها برد ضعيف لا يهدمه. يبقى كده عملي خلى لها رواسب أو لها بقايا في النفس كمشكلة. قوله في هذا أي كونه أشد، أي كونه أشد منه في الانفصال عنها، يعني ممكن تتجلس كده مع بعض الناس اللي لسه ما تفكروش في العلم وتشرح لهم مذهب المعتزلة دون أن تبين لهم فساده، فيعجب به بالأدلة العقلية ويتأثر به ويعلن به اعتزاله، فتريد أن تخرجهم من الاعتزال مرة أخرى فلا تستطيع، فيبقى إيه الويل لك، الناس الأول كانوا بعيد عن الموضوع فأنت اللي أسقطتهم فيه، زي ما كأنك رميتهم في بير ومش عارف تطلعهم، يعني فأنا في الله أخليهم إيه في الأمان أحسن.
قوله ما لا يخفى أي من التحذير من المطالعة في كتبه والاعتراض عليه وقصوره. وخاصة أن أخبار التغرير ماشي إنما ذلك القوي جدا في كتابه الاختصار وكتاب تهافت إليك الفلاسفة يعني وذلك الأقوى من 100 زي الرازي في اقتناع الشبهة من جذورها قوله أنشدني أي قال قال المقري أنشدني. قوله الأبلي بضم الهمزة وتشديد الباء الموحدة أي قال أي الأبلي الأبلي قال قال الزموري بفتح الزاي وشد الميم المضمومة. قوله ابن تيمية أي حنبلي المشهور صديق وبغضه للدين وأهله لا يخفى فلا عبرة بكلامه في الفضل. الحنبلي الصيد جه في دماغه وبغضه للدين وأهله لا يخفى ولا عبرة بكلامه في ولا بقول لك دي نزعه قضيه دي ما هو الشيخ تقريبا في الشرق الكبير من هنا كده الشيخ الدليل الملكيه كلهم عندهم الشيخ الدليل ده في الجاليه كان طالب من غير الشيخ قرب الجماعة صعب خالص انا لا احنا مش عاوزين نقول الكلام ده بس اللي عاملين بنقول انه هدومنا بنتوجه على كلام دي كلام شنيع جدا خاصه في الرسائل التسعينيه في كلام صعب صعب جدا ولو لو انتقد الكلام لو وصف الكلام باي صفه كانت لقبلت طير رمز الفرد الشيخ طه بنش فتره من الفترات كده رمز المحتوى كان يجيب كلام ابن تيميه ويجيب على المجلد ويركب على المنبر ويجيب كذا ضبط كذا ضبط كذا 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 والكلام اللي يقوله صعب خالص من اشنع ما يمكن في الرسائل التسعينيه وكلام يعني فاذا كان بهذه الطريقه انت ما صحتش من السلامه نسال الله السلامه والافضل نحسن للظالم. نعم قوله ليه مش طبعا ينفع حاجه ولا كيفين من حاجه بس احنا عاوزين ايه موازين قوله محصل اسم كتاب للفخر. قوله حاصله أي حاصل ذلك الكتاب. وقوله من بعد تحصيله أي التعب في تأليفه. وفي قوله حاصله وتحصيله تورية لأنهما كتابان لتلامذته اختصارا للمحصل. فهو يورى بأن الحاصل والتحصيل ما فيهما باطل. هو يوري بأن الحاصل والتحصيل يعني تورية يعني. نعم. يعني عاوز يقول لك المحصل ده أصله كتاب اسمه الحاصل مش كده يعني الحاصل والتحصيل وكل ده باطل الحاصل والتحصيل أصله من المحصل هو عايزين الثلاثة كلهم في البيضة كما أن المحصل كذلك. قوله بلا دين أي لأن ما فيه باطل. قوله في الإفك هو أشد الكذب فالمحصل أصل الضلالة فالتحصيل والحاصل كذلك إذ هما فرعان منه. إذا كان ده أصل الضلالة عند الاثنين اللي بعدين ولذلك الشيخ الحامد عشان هو يقول كده هو كمان يعني زي ما تقول ايه زي ما نقول الصعايده هو اللي بدا هو اللي بدا هو اللي جاب نفسه هو اللي جاب نفسه يعني هو اللي خلاه به الجرأه يعني لو هو سكت ما كانش جرأه. قوله المبين اي الظاهر والبادي والبادي افضل قوله وحي الشياطين لان المذكور فيه شوف الكلمه اللي قالها الحق الرازي يقول لك ايه أصل الضلالة في الإفك المبين فما فيه فأكثره وحي الشياطين. يعني نعرف المحبين بتوع الراديو وكذا هيقولوا إيه بس؟ هيقولوا رضي الله عنه. وصف اسمه ده يقول عليه رد بالفعل، رد بالفعل. قوله وحي الشياطين لأن المذكور فيه عقائد زائغة ألقتها لو الشياطين لأنها عقائد صحيحة ألقتها لو الملائكة. نعم.
وحي الشياطين لأنه موجودة في كتب كثيرة والسنوسي الرجل اخترعها ما هي موجودة موجودة في كتب كثيرة مين؟ يعني كأنه اللي جاب المشكلة دي السنوسي صح هو الأصل ليه جاب الاستشهاد بالكلام ده؟ هو ما استشهدش ده استئناسا يعني وليه استعمل فيه؟ لا 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 المقالي كان كفايه كلام المقالي كان جاب مصيبه لبعض هو غير كانوا مقالي ثم اتقلبت المساله على مين؟ على ابن الله قلت فلعل الفقر طيب قوله اي الزموري قوله بيده قوله فما فيه مبتدأ الاول وقوله فأكثره مبتدأ ثان ووحي الشياطين خبر ثالث قوله بيده أي ابن تيمية قال فقال أي ابن تيمية قوله قلت هذا الاحتمال عنه الاحتمال الذي ذكره ثالث عندك في كتاب شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق بتاع الشيخ سبهاني رأى رؤيا مذكورة في أول كتاب لابن تيمية فبيقول إنه هو على خير يعني حتى على خير وإنه هو من يعني رؤية كده جميلة رآها الشيخ النبهاني ابن تيمية وابن عبد الهادي وثلاثة قريبة من شافهم ويقول يعني بس ما قمش ابن عبد الوهاب جماعة جماعة القدامى يا ريت تقرأ الكتاب ده الرؤية اللي هي بتاع الشيخ النبهاني في كتاب شواهد الحق مطبوع في الاستغاثة بسيد الخلق الموضوع أنت في حلبة قوله قلت هذا الاحتمال عنه الاحتمال الذي ذكره سابقا ورده بقوله وأما حمله وذكره وذكره هنا لتصحيحه فكأنه يقول محل كونه فاسدا إن لم يوجد له عذر وعذره هنا حضور الشبه عند الموت وذلك ألجأه إلى طلب التقليد ولو قال ويحتمل أن يكون مراده أنه طلب أن يكون مقلدا حقيقة لأجل ما حصل له عند الموت من الشبه لكان أولى لصراحته في أنه احتمال آخر غير ما تقدم كما هو الواقع قوله ما حمله فاعل حضر وقوله من الشبه بيان لما حمله وقوله الانفصال عنها أي التخلص منها وقوله أن تمنى أي على أن يتمنى متعلق بحمله قوله الانفصال التقليدي هي في صحة هي لا الانفصال أي التقليد المنفصل أي الخالص أي الحقيقي قوله لأن رأيه أي الفقر قوله أنه أي التقليد وقوله كاف أي فلهذا تمناه لكن هذا ينافي ما سبق من أن العجائز عارفات لا مقلدات قوله نهاية أي غاية وقوله أقدام بفتح الهمزة جمع قدم نهاية أقدام بفتح الهمزة وبكسر نهاية أقدام الأقول عقاب فأقدام بفتح الهمزة جمع قدم وإضافته لما بعده من إضافة المشبه به وقوله عقال أي حبس ومنع عن إدراك الذات العلية فينبغي للإنسان إذا حصلت له المعرفة المطلوبة الإعراض فينبغي للإنسان إذا حصلت له المعرفة المطلوبة الإعراض عن الشبه ويصح كسر الهمزة على أنه مصدر أقدم يعني ينفع نهاية أقدام ونهاية إقدام وصح وصح وقوله أكثر سعي العالمين بكسر اللام فغيرهم أولى فأكثر سعي العالمين بكسر اللام فغيرهم أولى أي ومنه الاشتغال بالشبه وقوله ضلال أي غير موافق لرضا الله قوله في وحشة أي توحش لمفارقتها محلها الأصلي الذي كانت مستقرة فيه وهو السماوات وإذا كانت في وحشة حصل لها خلل قوله من جسومنا أي من أجل إتقانها في جسومنا واعلم أن الأرواح خلقت قبل الأجسام بألفي عام قوله وحاصل دنيانا أي ما اكتسبناه فيها قوله أذى ووبال أي منكرات عاقبتها الأذى أي العذاب وتفويت الدرجات وعطف الوبال تفسير قوله قيل عطف الوبال عليه على الأذى أذى ووبال تفسير قيل قوله قيل أي إذا أريد بناء الفعل المجهول
قوله قيل إذا أريد أي إذا أريد بناء الفعل للمجهول، وقوله وقالوا أي إذا أريد البناء للمعلوم، قوله وكم من رجال كم للتكبير، قوله قد رأينا أي رأيناهم وهلكوا، وقوله ودولة أي تصرف بالأمر والنهي أي وكم تصرف رأيناه حاصلا من خلائق كثيرين، قوله شرفاتها جمع شرفة أعلى الجبل، قوله والجبال جبال أي باقية على حالها، قوله فعل هذا معلوم من قوله قلت ولعل، قوله في حرز المقلدين، قوله في حرز المقلدين أي فعل قادم، قوله أو على معنى احتمال مستقل، فكأن الأولى أن يقول، ويحتمل أن الفقر ليس مراده بقوله اللهم إيمان العجائز طلب التقليد حقيقة، بل مراده التلهف وإضافة معنى للتلهف بيانية معنى التلهف، والعجائز على هذا الاحتمال مقلدات، ولكن الفقر لم يقصد التقليد بل التلهف، قوله والندم عظم تفسير بيانية يعني ايه هنا بيقول ايه هذه او على معنى التلهف يعني على التلهف المعنى اللي هو التلهف يعني بيبين ما هذا المعنى اللي هو التلهف هنا البيانية بين المخصوص والمخصوص هو يعني لو قال البيان ما هي في على القول الثاني على القول الثاني بمعنى واحد المترادفة البيان والبيان ان دي انا لقيتها في مصر كتير خالص يقول على البيانات البيان بياني البيان على انه حتى عليه العطار في حاشيه العطار على الازهريه قال كده قال ان هي بيانيه وحاشيه الامير قال بالاضافه للبيان وهو على انه فيه منقال بان البيان بسم الله والذي للبيان مترادفه الاضافه تفرق بينهم وعموم مخصوص مطلق وعموم مخصوص هي شغلت من الحقيقة لقيتها أنا يعني من العطار كنا نقول بسم الله الإضافة اسم إلى لفظ الجلالة تمام بيانية إزاي وبين المضاف والمضاف العموم والخصوص مطلق فرد رجعت حاشة الأمير على العطار على الأزهرية اللي تقول والإضافة للبيان لا البيان بمعنى واحد يبقى هما كده يبقى هو العطار جرى على إن هما جرى على أن التعبيران مختلفان ولكن المراد واحد هو في قول بيقول إن هما الاثنين بمعنى واحد قوله يعني عندما يقول بيانيه او يقول البيان هما بمعنى قوله والعجائز على هذا الاحتمال مقلدان ولكن الفقه لم يقصد التقليد بل التلهف قوله والندم عطف تفسير او لازم على ملزوم قوله ويحتمل حاصله انه اراد بالعجائز العارفات بالدليل الاجمالي فهو طالب لان يكون عارفا بالدليل الاجمالي ومتندم على اشتغاله بالشبهات. تمام ده جميل جدا. يعني ده حلو واحد جميل خالص. صحيح. انه اراد ان يكون عارف بس بالدليل الاجمالي ولا نقول بالتقليد. قوله مع هذا اي التلهف على ما فات. قوله على القدر الضروري هو المعرفه بالدليل الاجمالي. كده نقعد بهذا تعرف ان هذا الحفظ في زماننا بسرنا. ماشي خلاص وبهذا تعبير خلاص كده نقف هنا عامل علامة عشان نقف عشان وبهذا أقدام العقول من إضافة المشبه بين المشبه أصلها عقول كالأقدام فهو عكسها فخلق جاب المشبه الأول وأضافه المشبه عقول أقدام العقول أو أقدام العقول يقول من إضافة المشبه به للمشبه يعني العقول على الفتح العمد أقدام العقول هو ده من إضافة المشبه ويسأل يعني إيه إضافة المشبه به للمشبه العقول التي هي كالأقدام نعم فأضاف إيه فهنا المشبه به للمشبه واضح؟
افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.